السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم بسعى الجمعة من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة هنتكلم عن نبات شتوي اللي هو نبات الأيروب، زي ما واضح معانا كده هنوريكم كيفية القص وطرق الزراعة وطرق عمل الحضانة في نوعين من الأيروبس، بس الزهرة واحدة. في النوع اللي هو الأخضر الورقة بتاعته بتبقى خضرة كده، وفي نوع الورقة بتبقى بيضة اللي هي الورقة اللي واضحة معانا ديت. الاتنين بينفع معانا. ميعاد الاكسار من نبات الايروبس في بداية شهر 12، يعني في بداية الشتاء يتم زراعة نبات الايروبس. نبات يتأثر من درجة الحرارة العالية في الصيف. طريقة قص نبات الايروبس، باخد الطرفية كده يكون اقصى حاجة 10 سنتي، وبقص العقلة اللي تحتها، الورقة اللي تحتها كده، بنضف الورقتين اللي تحت دول لتصبح معايا بالمنظر اللي واضح معايا كده. بعد الانتهاء من غسيل النبات في المية، ادي المية اللي فيها مبيد فطري اهو، بتبقى لونها ابيض كده. بيتم وضع النبات في المبيد الفطري كده اقل مدة 20 ثانية، بنسيبها 20 ثانية وبعد كده بنطلعها، بتكون جاهزة للزراعة. بعد ال20 ثانية بنشيل النبات من المبيد الفطري، يبقى كده النبات بتاعي جاهز للزراعة. هنوريكم كيفية طرق الزراعة. كلمنا قلنا لو عندك اندول تقدير بتعمل بيه، ما عندكش مفيش مشكلة. مدة التقدير بتبدأ من 45 يوم، يعني أقل مدة 45 يوم فيما فوق. يتم ري الحوض زي ما واضح معايا كده بالمياه بالمياه غمر. معلومة بسيطة مهمة جدا في نبات الأيروبس، لو عندك أكياس قديمة يفضل الزراعة فيها أحسن من الأكياس الجديدة، لان نسبة النجاح في الاكياس القديمة بتبقى نسبة عالية جدا، انما الاكياس الجديدة النبات بتبقى نسبته بتبقى معانا ما بتبقاش كويسة. فيفضل لو عندك اكياس قديمة زي كده، زي اللي واضحة معانا هناك ديت، اكياس مثلا انت زرعتها ونشفت معاك، بترصها تاني وبتزرعها. يفضل ديت طريقة زراعة الاكياس اللي هي الاكياس الرض او الاكياس القديمة. معلومة مهمة جدا لاصحاب المشاتل. طريقة الزراعة، ادي النبات معايا اهوت، بيكون بغرز النبات اهم حاجة، بغرز حوالي 1.5 سم في التربة الزراعية. انا بزرع في تربة زراعية بدون اي اسماد، ما بحطش عليها اي اسماد، تربة زراعية فقط زي ما واضح معايا كده. وبعد الانتهاء من عملية الزراعة يتم عمل حضانة بلاستيكية وعليها نسبة دل، وهوريكم شكل الحضانة ونسبة الدل اللي عليها. طرق الاهتمام وطرق الري بنبات الايروبس، بعد الزراعة يتم ري النبات عند جفاف التربة، يعني بعد شهر بالظبط. وبص على التربة، لو لقيت التربة طرية او لينة معاك بتسيبها، ما لقيتها جافة معاك بتديها رشة بسيطة من فوق، وبعد كده بتقفل الحضانة تاني، لأن النبات بيتأخر في عملية التقضية، عشان في ناس كتير قوي بتسأل عن موضوع النبات أروقه بعد قد إيه. النبات طول ما هو في الحضانة، الحضانة بتعمل إيه؟ على ترطيب التربة اللي هي بتجفش بسرعة، ديت سبب الحضانة أو عمل الحضانة على النبات. بعد الانتهاء ادي شكل الحضانه اللي انا بتكلم عليها، هي البلاستيك الابيض اللي تحت ده. الحضانه تماما بتبقى مقفوله خالص، مفيش اي ثقوب للتهويه. في ناس بتسال اعمل لها ثقوب للتهويه، لا ما تعملش ثقوب للتهويه، الحضانه بتبقى مقفوله تماما زي ما واضح معانا كده، وعليها نسبه دل اللي هي الحسر اللي هي المفرغه ديت. ما اعملش دل كاتم علشان ما يعمليش تلف في النبات تحت الحضانه. اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل علامه الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينه. انتظروني في فيديو قادم من قناه تعليم تكاثر نباتات الزينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.